مشاهدينا اهلا بكم في فقرة ضيف. في هذه الفقرة نتطرق الى التجارة الخارجية والاستراتيجية المينائية، اضافة الى رهان الاقتصاد المغربي للاندماج العالمي وجلب الاستثمارات وتأكيد الريادة القارية. الحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة الأستاذ محمد الشرقي، خبير في الشؤون الاقتصادية. أستاذ محمد الشرقي اهلا بك. أهلا وسهلا للمريم. بداية نبدأ بالتجارة الخارجية في المغرب. المؤشرات الفصلية لمكتب الصرف أظهرت تحسنا ملحوظا في أداء التجارة وفي المبادلات الخارجية، وانعكس الأمر إيجابيا على العديد من الأنشطة والقطاعات ومصادر الدخل الأجنبي رغم تواصل تداعيات الأزمة العالمية. في نظرك وبناء على هذه المعطيات، ما هي القراءات الممكنة حول وضعية الميزان التجاري وميزان المدفوعات؟ بداية يمكن القول أن هناك تحسن في المبادلات والتجارة الخارجية المغربية قياسا إلى ما كان عليه الوضع في أثناء يعني أزمة كوفيد والإغلاق الاقتصادي يعني في 2020. نحن اليوم أمام تحسن ملحوظ، هناك يعني الأرقام تقول أن التجارة المغربية أو المبادلات الخارجية للمملكة المغربية مع الخارج بلغت 226 مليار درهم، حوالي 24 مليار دولار في الربع الأول من العام. ثانيا هناك زيادة للصادرات بنسبة 12.7%، في حين لم تتجاوز الزيادة في الواردات إلا أقل من 3%. وبالتالي يعني زيادة في الصادرات مع انخفاض زيادة في الواردات أعطتنا فائض يعني يقارب 600 مليون دولار، يعني حوالي 5 مليار و700 مليون درهم. وبالتالي نحن أمام تحسن في يعني الحسابات نقول الماكرو اقتصادية للتجارة الخارجية. هذا أدى طبعا إلى تحسن فيما يسمى معامل تغطية الواردات بالصادرات، حيث زادت يعني 5.7، وبالتالي اليوم نحن نقترب من 64% من التغطية فقط بالنسبة للصادرات السلعية. طبعا نلاحظ أيضا زيادة في القطاعات التصديرية الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، مثل الفوسفات، مثل المواد المصنعة. وبالتالي يعني هذا يعطي أنه الاقتصاد الوطني بدأ الآن ينتعش نقول تدريجيا، ولكن انتعاش الاقتصاد المغربي لأنه يتعلق الأمر بالتجارة الخارجية وأيضا مرتبط بالأسواق الخارجية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي. ونلاحظ أيضا أنه هناك تحسن في الموارد المالية من العملة الصعبة، فقد زادت تحويلات مغاربة العالم بحوالي 42%، يعني كانت 14 مليار ديال الدرهم في الربع الأول من 2020، ارتفعت اليوم إلى تقريبا 21 مليار درهم في الربع الأول من 2021. فإذا هناك الآن نقول تحسن في الصادرات السلعية وأيضا تحسن في الإيرادات من العملة الصعبة وتحسن في عز الميزان التجاري لليوم. يعني نقدر نقول على أنه العجز ديال الميزان التجاري تقرب من 4.5 حتى 5%، وهذا يعطي المالية العمومية بعد التحسن. لماذا أنه وقع يعني هذا التحسن؟ وقع التحسن لأنه هناك زيادة على الطلب الخارجي بالنسبة للسلع المغربية خاصة ذات الأسواق اللي بدأت فيها الانتعاش. لكن في المقابل نجد أن هناك يعني بعض القطاعات التي لا زالت تعاني، وعلى رأسها القطاع ديال الخدمات السياحية الذي انخفضت الإيرادات دياله 69% قياسا إلى نفس الفترة من العام ديال 20، يعني في الربع الأول في 21 انخفض 69%. كذلك انخفضت الاستثمارات الخارجية المغربية أو الاستثمارات يعني نحو المغرب، الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب بحوالي 31%، وهذا طبعا لا بالنسبة للسياحة الدولية ولا بالنسبة للاستثمارات الدولية، هذا العالم كله الآن يعني يعاني هذا النقص لأنه هو مرتبط أولا بالإغلاق الاقتصادي المرتبط بالأزمة والتداعيات ديال كوفيد، وأيضا مرتبط بأنه مازال يعني تفعيل ما يسمى لمخططات الانتعاش الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة أو في يعني الاتحاد الأوروبي أو حتى داخل المملكة المغربية مازالت في بدايتها. وبالتالي نتوقع أن يعني أنه
انه ربما هذا الايقاع ديال التطور يمكننا نسجلوه في الربع الثالث والربع الرابع من العام، وهذا ربما غادي يعطينا واحد النمو اللي هو كما قال البنك المركزي يقربنا من 5.3% في 2021. طيب سيد شرقي، قطاعات عدة أظهرت تحسنا، لكن الأمر لا ينفي أن قطاعات أخرى استمرت فيها الأزمة، كما ذكرت الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب وقطاع السياحة. من خلال رؤيتك، ما هي الأنشطة التي استعادت عافيتها واستطاعت العودة بقوة إلى السوق الدولية؟ هو يمكن القول أنه القطاعات التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني بالنسبة للصادرات يعني تتحسن. أول هذه القطاعات طبعا هي قطاعات صادرات السيارات. نحن نعلم أن اليوم المغرب هو أول بلد إفريقي وهو أول بلد عربي، وهو من بين العشرين الأوائل في صناعة وتركيب السيارات وأجزاء السيارات وقطاع الغيار في العالم كله. فبالتالي اليوم يعني تطوير وإنعاش هذا القطاع هو طبعا مرتبط بالأسواق الخارجية، لأن نحن عندما يعني نركب سيارة فنحن نوجه هذه السيارة تقريبا يعني أكثر من 3/4 ديال هذا الإنتاج يوجه إلى السوق الخارجية، أساسا السوق الأوروبية، السوق الاتحاد المغاربة أيضا، تونس، اتحاد مصر، بعض الدول الإفريقية، وأيضا حتى في القارة الأسيوية وحتى في أمريكا اللاتينية. فبالتالي يعني الطالع على هذا النوع من الصناعات نلاحظ أنه في تطور، وبالتالي يعني صناعة السيارات في المغرب زاد يعني الطالب عليها 39%. فبالتالي يعني قدر نقولوا احنا أنه هذا القطاع الآن أصبح يعني يتعافى، ربما التعافي ديالو فات 90%. قطاع اخر ايضا اللي هو مهم جدا هو قطاع صادرات الفوسفات و يعني الديريفي ديال الفوسفات، الاسمده الفوسفوريه كلها، هذا فيها تطور ايضا، و يعني الصادرات ديال الفوسفات تطورت وزادت اكثر من 30%. ولاحظنا لانه الاسواق الكلاسيكيه ديال الطلبات بالنسبه للفوسفات المغربي مستمره، سواء في اسيا، الهند وباكستان، واساسا في امريكا اللاتينيه البرازيل، وايضا في شرق يعني افريقيا يعني اثيوبيا. وما ننساوش ايضا انه هناك استثمارات كبيره يعني يقوم بها المكتب شريف الفوسفات في عدد من المناطق في العالم، ومن اهمها وهو المشروع ديال الاسمده في نيجيريا. طبعا القطاع الاخر اللي هو قطاع الصادرات الغذائيه، هذا القطاع يعني حافظ على الاستقرار ديالو، لانه يعني قطاع التطور يعني في السنوات الاخيره بوتيره كبيره جدا، لكن يعني اليوم نلاحظ على انه يعني ربما الاسواق الاوروبيه وصلت الى واحد المرحله من لا نقول الاشباع، ولكن نظرا لوجود الاغلاق، بالتالي يعني حافظ هذا القطاع على يعني الوتيره ديالو العاديه، وبالتالي حافظ على الاستقرار ديالو بالنسبه لحجم الصادرات. هناك قطاع اخر ربما للاسف ما حافظش على الوتيره ديالو، وقطاع النسيج والملابس، وهذا مرتبط بالاغلاق، لانه متى يكون هناك اغلاق وبالتالي اغلاق اقتصادي فالناس ما تشريش الملابس، وهذا طبعا تأثر على انتاج يعني الملابس وانتاج النسيج وانتاج الجلد في المغرب. لكن بشكل عام نقدر نقول ان كل القطاعات يعني ذات الطبيعه الانتاجيه وذات الطبيعه الصناعيه هي قطاعات تتطور والصادرات ديالها تزيد، فقط القطاعات المرتبطه بالخدمات اللي هي الان تتراجع. ومن تنشوفوا يعني صادرات المغرب السلعيه والصادرات المغرب الخدماتيه، تلاحظوا على ان الصادرات المغرب السلعيه تطورت وزادت، بينما صادرات المغرب الخدماتيه الى حدنا الاوفشورين والبنوك والخدمات عن بعد تنوجدوا ان القطاعات الاخرى المرتبطه بالخدمات اللي هي الفندقه واللي هي السياحه واللي هي النقل الجوي، هذه طبعا يعني تاثرت وباقى يعني في وضع يعني صعب. لكن نقدروا نقولوا انه الى خدينا جوج ديال القطاعات اللي دائما كانوا مرتبطين مع بعضهم اللي هو السياحه الدوليه وهي التحويلات الخارجيه، نقدروا نقولوا على انه التحويلات الخارجيه ديال المواطنين ديال المغاربه
في مغاربة العالم يعني حولوا إلى بلادهم يعني كما قلنا أكثر من 2 مليار ديال الأورو، وهذا طبعا عوض نسبيا الخسائر المسجلة في قطاع النقل الجوي وفي قطاع السياحة، وهذا طبعا عزز الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، وهذا اللي جعل اليوم على أنه القيمة ديال الدرهم المغربي هي قيمة يعني ثابتة وربما تتطور وربما حتى أكثر من الأورو وأكثر من الدولار، يعني أكثر نعرف عندنا 60% ديال الاورو و 40% ديال الدولار بالنسبه للباريتي او بالنسبه ديال يعني سله العملات المعتمده بالنسبه لقياس الدرهم، فهذا تيعزز كما قلنا القيمه ديال الدرهم المغربي، وهذا طبعا تيعطي القدره الشرائيه داخل تراب المملكه واحد القدره مرتفعه قياس الدول الاخرى اللي هي عندها صعوبات في مجال القيمه ديال العملات ديالها ديال دول الجوار، ويمكن نتحدث على هذا الموضوع. طيب استاذي، امام كل ما ذكر، ما هو السبيل الامثل لمعالجه خلل الميزان التجاري ومن ورائه معالجه ميزان المدفوعات الخارجيه؟ أعتقد أن المغرب عنده أكثر من 50 اتفاقية تجارية دولية، ونلاحظ أن هذه الاتفاقيات الدولية هي حقيقة فتحات السوق المغربية على جميع السلع المتواجدة في العالم، في المغرب الحمد لله في جميع السلع اللي متواجدة في السوق الدولية متواجدة في المغرب، لكن هذا أعطانا في النتيجة الأخرى وهو عز في الميزان التجاري ديالنا. الميزان التجاري عندنا يعاني كما يعاني بالطبع ميزان المدفوعات الخارجية، وكان دائما المعدل بين 3.5-4.5-5، وفي السنة هذه الأخيرة وصل أكثر من 7. الآن للمعالجة هناك جوج الخيارات، هناك الخيار اللي اعتمدته دولة الجزائر الشقيقة، وهي أن سدت الحدود على الواردات وبالتالي خلقت مشكل داخل الأسواق، ما كاينش السلع، ما كاينش الزيت، ما كاينش الحليب، ما كاينش الأسمدة، وهذا خلق مشكل اجتماعي كبير جدا، ولو أنه أدى إلى خفض الميزان العز ديال الميزان التجاري نسبيا. الحالة ديال المغرب، لا، المغاربة الحمد لله ما اختاروش هذا الطريق، هما اختاروا الطريق الآخر وهو ما يسمى سبستيتيسيون، وهي أنه عوض أنه نستورد بعض المواد يتم تصنيعها محليا وبنفس الجودة لتجينا من الأسواق الأوروبية، خاصة في مجال بعض الصناعات الإلكترونية وأساسا صناعات الملابس اللي كان المغرب يعني متفوق فيها في السبعينات، ولاحظنا أنه في السنوات الأخيرة تراجعنا فيها لصالح يعني دول أخرى عندنا معها اتفاقيات شراكة، وأقصد بها يعني تركيا. فبالتالي اليوم هناك خطط أنه في 2021 يمكننا نسترجع 34 مليار درهم من هذه الطريقة، بالتالي المواد اللي نستوردها نقدروا نصنعوها اللي تنقدروا عليها طبعا، وفي 2022 نقدروا نوصلوا إلى أكثر من 80 مليار درهم من هذه الصناعات اللي غتكون صناعات محلية، واللي ربما غادي تعاوننا أنه نصدروها إلى الأسواق الإفريقية وحتى الأسواق العربية، ربما حتى الأسواق الأوروبية، لماذا؟ لكن في المحصلة يمكن نقول على أنه نحن غاديين في يعني واحد الطريق اللي هو طريق أولا فيه احترام الاتفاقيات الدولية، نحن الآن يعني نحن نحترم الاتفاقية الدولية رغم أنه عندنا بعض يعني الصعوبات مع بعض الدول، لكن في النهاية نحن نريد أن تكون هناك واحد المجموعة ديال الشركة الدول مثلا تتحقق معنا فائض يعني في الميزان التجاري مع المملكة المغربية، يمكن لها هذه السلع اللي تصدرها من دول المصدر أنها تجي وتنتجها داخل المملكة، وهذا غادي يعطي يعني فرص للشغل وغادي يعطي فرص يعني للضرائب المحلية، وطبعا هذا أعتقد هو يعني الصورة أو الصيغة المثلى لمعالجة ميزان العجز الميزان التجاري وطبعا ميزان الأداءات. طيب بالنسبة للتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، فهو يضع مصير بعض القطاعات رهينا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وكذلك رهينا بتحسن الحالة الوبائية لدى الشركاء التجاريين، بنظرك كيف ذلك؟ هو صحيح أستاذة مريم، هو أنه التجارة الخارجية للمغرب رغم أنها نقول تطورت، ولكن يعني لم تتغير تركيبتها
الجغرافية. لا زلنا نلاحظ أنه مثلا خدينا أرقام ديال 2019 متى عندنا التجارة الخارجية أو المبادلات ديال المملكة مع الخارج بلغت حوالي تقريبا 800 مليار درهم. نجد أن 66% من هذه المبادلات تمت مع الاتحاد الأوروبي، يعني حوالي تقريبا 500 أو 509 ديال المليار ديال الدرهم، بينما مثلا المبادلات مع الولايات المتحدة وكل القارة الأمريكية يلا تتبلغ 11%، ومع آسيا كلها، آسيا بما فيها دول الخليج وما فيها الصين وما فيها الهند، يلا تتبلغ يلي حوالي 17%، وتتبقى فقط أقل من 6% هي المبادلات ديال المغرب مع القارة الإفريقية. فإذا هاد يعني الجغرافية اللي أعتقد أنه رغم أن الاقتصاد الوطني تغير ورغم أنه تركيبة الصادرات المغربية تغيرت، لكن للأسف نلاحظ أن جغرافية المبادلات المغربية لم تتطور وبقات يعني مرتبطة كثير بالأسواق الأوروبية، وهذا اللي تجعل لأنه تكونوا مرتبطين يعني بالأسواق الأوروبية، لأن مثلا اليوم الصين عندها نمو مرتفع على الأقل 2 مرات عن على أوروبا. اليوم تلاحظوا الولايات المتحدة عندها اقتصاد أقوى من الاقتصاد الأوروبي، وتلاحظوا حتى بريطانيا الآن يعني بعد خروجها من البريكسيت أصبحت يعني توسع يعني اقتصادها وتنوع شركائها. لكن بالصيغة القديمة اللي عندنا ديال جغرافية المبادلات الخارجية تجعلنا لأنه احنا راهنين بالأسواق الأوروبية وبالطلب الخارجي من أوروبا، فبالتالي طالما أنه اليوم هناك صعوبات داخل الأسواق الأوروبية وهناك ربما يعني إغلاق من حين لآخر بسبب الكوفيد، هذا طبعا يؤثر يعني سلبا على الصادرات أحيانا. وطبعا عندما نقول يؤثر سلبا فهو يؤثر حتى على سوق الشغل، ويؤثر حتى على الموارد من العملة الصعبة، ويؤثر حتى على الموارد من حيث الجمارك. فإذا في رأيي إعادة النظر في الجغرافية التجارية للمملكة المغربية والاستفادة من الموقع الجغرافي والاستفادة من البنية التحتية والاستفادة من الخطط ديال الموانئ، ربما في إعادة توزيع المغرب على مستوى العالم وخاصة داخل الأسواق الإفريقية غادي تعطينا يعني واحد الريادة أفضل، وتعطي الاقتصاد المغربي واحد يعني دفعة أكثر، وتعطيه واحد يعني لنقول واحد التنافسية أكثر. فبالتالي كما قلنا قبل قليل يعني معاودة النظر في الاتفاقية الدولية، ولكن أيضا معاودة النظر في الجغرافية ديال المبادلات التجارية ديال المملكة مع الخارج. نتحول إلى جانب آخر، المغرب يتميز بموقع جغرافي مهم إضافة إلى تعدد موانئ المملكة كميناء طنجة المتوسط 1 و2 وميناء الدار البيضاء وموانئ أخرى قيد التشييد كميناء الدخل الأطلسي. كل ذلك الموقع والموانئ يعطي للمغرب امتيازا إضافيا في المبادلات والمنافسة الاقتصادية، هل يتم استعمال هذا التميز بالشكل المطلوب؟ أعتقد أن المغرب هو أفضل بلد في الجغرافية العالمية، يعني عندما نرى يعني حتى عندما أي قناة في العالم تتقدم نشر يعني الطقس تلاحظوا أنه يعني التركيز يكون على المغرب، يعني تتبان طنجة، الدار البيضاء، الداخلة، يعني تتبان هذا الشريط ديال 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 المحيط الأطلسي. هذا الشريط المحيط الأطلسي هو اللي فيه اليوم أكبر تجمع ديال الموانئ، ربما فقط ليس في القارة الأفريقية بل نقدر نقولوا في دول الجنوب. نحن اليوم عندنا يعني لمشينا يعني الموانئ اللي هي موجودة الآن تدخل يعني هي شغالة، والموانئ التي يعني تحت التشغيل او تحت الانجاز نقدروا نقولوا على انه ربما تنقربوا من 20 ميناء. عندنا اليوم 13 ميناء يعني يشتغلوا مع التجاره الخارجيه، عندنا 19 ميناء يشتغلوا للصيد البحري، وطبعا عندنا 6 موانئ ما يسمى موانئ الترفيه وموانئ زي السياحه وموانئ يعني اليخوت. فبالتالي يعني هذا العدد من الموانئ هو متوزع على جغرافيه المملكه من الشرق، يعني من السعيديه عندنا ميناء الناظور ويست ميديتراني او غرب المتوسط، ثم عندنا ميناء طنجه الكبير يعني طنجة 1 وطنجة 2 هو ميناء الآن بالسعة ديالو وصل حتى 9 ديال المليون ديال الحاويات، يعني هو أكبر ميناء في إفريقيا وأكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط، وهو يعني يمثل يعني أكثر من يعني 80% من مبادلات المغرب الخارجية، وهو الآن يعني بإمكانه يعني يستقبل ويصدر أكثر من 100
مليون طن من المبادلات. بعد نجيو وتلقاو هناك مشروع ضخم اللي هو الميناء ديال القنيطره، لان المنطقه ديال القنيطره اليوم كما تنعرفوا منطقه يعني تنشا فيها الصناعات، وهناك صناعه السيارات بما فيها بيجو سيتروين، وتتنشا يعني سيارات حديثه مثلا بيجو 208 تتنشا في قنيطره. من بعد هناك ميناء ديال المحمديه هو ميناء نفطي، من بعد هناك الميناء التقليدي الكبير اللي هو ميناء ديال الدار البيضاء، من بعد كذلك تلقاو ميناء ديال الجرف الاصفر وميناء متخصص في 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 الصادرات ديال الفوسفات والمواد الكيماويه، ثم نجد ميناء اسفل اند يعني قريب سيدخل يعني مرحله العمل، وميناء ايضا موجه للصناعات الكيماويه والصناعات الاستخراجيه، ثم نصل الى ميناء اكادير وميناء الصيد البحري ولكن ميناء عالمي، ثم عندنا ميناء طنطان، ثم عندنا ميناء العيون، ثم عندنا ميناء بوجدور، ثم عندنا ميناء الداخله اللي هو غادي يكون اكبر ميناء من نوعه في المنطقه، وربما هذا الميناء الان يعني الشهره ديالو وصلت الى العالم حتى قبل بدايه الاشغال، واعتقد ان شاء الله الاشغال غادي تبدا قريبا، وهناك يعني شعور بانه للشركات المغربيه هي اللي تنتج هذا الميناء، ليس للشركات لا اوروبيه ولا صينيه ولا امريكيه. ثم منين تنزلوا جنوبا نلقاو ميناء مهريز اللي هو ميناء الصيد البحري، والان هناك مشروع اخر وهو ميناء ديال الكويره، وهو ميناء موجه الى القاره الافريقيه، وبالتالي غادي يكون يعني من الكويره الى السعيديه. المغرب عنده اكبر يعني عدد ديال الموانئ بتنوعها. طبعا استاذه طرحتي لي السؤال، هل يعني هذه الموانئ وهذا الموقع الجغرافي يستعمل لصالح الاقتصاد؟ اقول نعم، ولكن الامكانيات اللي عند المغرب اكبر بكثير من ما يحقق من 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 نتائج. يعني المغرب الموقع الجغرافي بتعدد هذه الموانئ بوقوعها على المحيط الاطلسي 3000 كيلومتر وعلى المحيط البحر المتوسط 500 كيلومتر، يعني كل هذا يعني الخيرات نقولوا ديال 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 الموانئ تجعل على انه ما استفدناش. كاين واحد المعطى اخر وهو المغرب اليوم في الترتيب ديال 22 يعني الترتيب العالمي، يعني العالم اليوم من 200 دولة تقريبا، المغرب هو الرتبة 22 فيما يسمى الربط المينائي للكونكتيفيتي بورتوية، ولكن مع ذلك رغم أنه عندنا هذا التمييز نقوله في الترتيب الدولي، لكن مع ذلك لا نجد على أنه النتائج على الأرض تتكون بنفس يعني الطموح وبنفس يعني التوقعات. لذلك تنتمنى مرة أخرى أنه يكون هناك واحد الدمج ديال القطاعات، لانهم تنقولوا الميناء فاحنا الميناء اللي يصدر كل شيء، الميناء راه فيه الصناعات، فيه التجاره، فيه الصناعه التقليديه، فيه الفلاحه، فيه الصيد البحري، فيه يعني كل الانشطه، بالتالي يعني يجب ان يكون هناك واحد الخطه اقتصاديه مندمجه انكلوزيف باش تجمع كل القطاعات المكونه والمرتبطه مع بعضها وتدخل في اطار يعني الميناء، ودخل ايضا في اطار الجهه، لانه عندنا الان الموانئ مرتبطه بالجهه، وكما عندنا يعني خطه ديال 2030 وهو ما يسمى الاقطاب المينائيه، يعني انه كل مجموعه جهه او جوج الجهات او ثلاثه الجهات تتجمع في واحد المجموعه ديال الموانئ، وهذيك الموانئ هي اللي تتشكل الانشطه الاقتصاديه والتجاريه ديال ديك الجهه، وبالتالي هناك غادي يعني غادي يكون عندنا واحد التصور جديد ديال كيفاش يكون عندنا الاقتصاد المغربي، ونتمنى هذا الشيء يكون يعني في التصور ما بعد كورونا. طيب المملكة تطلق الخطة الاستراتيجية المينائية 2030 وتعتبر رهان المغرب الاقتصادي والاستثماري في ظل تحولات الجيوسياسية، كيف ذلك خصوصا وأن وزارة التجهيز تخطط لزيادة استثمار قطاع الموانئ والنقل البحري على المدى المتوسط والمدى البعيد إلى نحو 93 مليار دولار حتى العام 2035؟ هو صحيح، ويمكن القول ان المغرب هو اكبر بلد من حيث حجم مشاريع الاستثمارات في قطاع الموانئ، يعني قياسا للمنطقه العربيه وقياسا لافريقيا وقياسا لدول البحر المتوسط، المغرب هو اللي عنده اكبر يعني المشاريع في هذا المجال. فقط الميناء ديال الداخله اللي تكلمنا، فقط الميناء الداخله الان يعني القيمه ديال او الكلفه ديالو تتبلغ يعني 11 يعني ديال 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 المليار ديال الدرهم، وبالتالي يعني غادي يكون يعني من اكبر الموانئ، لانه ما غيكونش ميناء واحد فغيكون اربعه موانئ في ما يسمى يعني قطب مينائي واحد، غادي يكون ميناء نقول للتجارة، التجارة الدولية ومبادلات، ميناء
للصناعة بين غيكون فيها الأوفشورين واحد المنطقة صناعية ديال 1600 هكتار، ميناء ديال الصيد البحري، وميناء للطاقة، وطبعا منطقة أخرى ديال اللوجيستيك. فبالتالي نتصور يعني هذا الحجم ديال 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 الميناء ديال الدغلة. أيضا كذلك نتكلموا على ميناء ديال الناظور. ميناء الناظور اليوم هو يثير يعني بعض نقول بعض الحساسات لدى بعض الجيران ديالنا، إما في الشرق ولا في الشمال، لأنه هو غادي يكون عنده هو ميناء الناظور والميناء ديال طنجة غادي يكون عندهم واحد الحضور قوي جدا في البحر الأبيض المتوسط، أو على الأقل نكون متواضعين نقولوا في غربي البحر الأبيض المتوسط. إلى 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 جمعنا هاد الموانئ ديال كما قلنا ديال الناظور وطنجة وميناء ديال الداخلة، زائد الموانئ المرتبطة به، وصل إلى الميناء ديال الدخل ديال العيون، وصل إلى ميناء طنجة، غادي يكون عندنا واحد ما يسمى ستة ديال الأقطاب، يعني كلها تتعمل في إطار البحر. وجلالة الملك تذكروا أنه في الخطاب الأخير تحدث عن ما يسمى الاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الأزرق هو مرتبط أساسا بالميناء. ثانيا، عندما نقول الميناء هو نقول انفتاح العالم، والمغرب بلد منفتح تاريخيا على العالم. والشيء الثالث هو عندما نقول الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار الخارجي فهو دائما مرتبط بالميناء، لأن الميناء هو الذي يجلب الاستثمار. ولذلك مثل نشوفوا الخارطة للاستثمارات في العالم، وصلت لأن الدول وصلت الفكرة عندها حظ أكثر في الاستثمارات. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشرقي، خبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.